بالنسبة لضمان حقوق المرأة بسن قوانين للمساواة بين الجنسين، هل سينجح ذلك أم لا في الديمقراطيات العربية الناشئة؟ أولاً، لا أحب أن أفصل بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان في المجتمع، فهما جزء لا يتجزأ. فإذا حصل الإنسان على حقوقه في هذه الأنظمة، ستحصل المرأة على حقوقها. أما ضمانها بنص قوانين، هذا قد يعطي غطاء شرعي بحيث لا يحدث تمييز ضد المرأة، بحيث تستطيع أن تلجأ للقضاء إذا حدث تمييز ضدها. لكن تجد الأنظمة الديمقراطية الموجودة حالياً بكل القوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين تعاني من التمييز ضد المرأة. قد يكون ذلك لأن عدد النساء في أماكن صنع القرار صغير جداً أو قليل جداً. تطبيق أو متابعة تطبيق هذه القرارات لا يتم بشكل فعال أو بشكل مستمر. قد يكون المرأة نفسها لم تعرف حقوقها لتطالب بها ولتسعى لأن تكون هذه الحقوق مطبقة وتضمن العدالة، لا أسميها المساواة، بحيث لا يطغى أحد على الآخر. شكراً.